سلمى، ووصلنا لمساحتنا الأخيرة من صباحنا، غير لمساحة بتتميز متميزة. متميزة بالإبداع وببصمة السيدة السورية يلي ما بتكب شيء أبدا. رح نتعرف اليوم ونكون مع سيدات من مبادرة إبرة وخيط يلي أقاموا مؤخرا معرض بعنوان حروفيات، ومن خلاله استطاعوا أنه يعيدوا للأقمشة التراثية ألقى. ورح يكون معنا بصباحنا لليوم، بيسعدنا نرحب بالسيدة مها حجازي وهي مهتمة بإعادة تدوير الأقمشة التراثية. أهلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي، وأكيد بيسعدني رحب برزان كيلاني عضو بمجموعة إبرة وخيط. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك يا رب. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير وصباح الشغل والإبداع والشغلات الحلوة. هلا ونحن عم نحضر للهواء، كنتوا حريصين كل حدا بده نطلع كل القطع أكيد اللي موجودة. خلينا نبلش ونحكي بالبداية عن المعرض الأخير اللي قمتوا فيه لإبرة وخيط، نتعرف أكثر عن هذا المعرض، ويمكن هذا مو المعرض الأول، عندكم كثير معارض سابقة. نحن مجموعة إبرة وخيط، مجموعة تعنى بإعادة تدوير الأقمشة. عم نحاول، صلنا مع بعض تقريبا 5 سنين، عم نحاول كل سنة إنه نعمل معرض يكون يحمل بصمة. السنة معرضنا حروفيات، حبينا الحرف العربي هو لغة ساحرة تلامس البصر. صحيح. يعني مين ما شافه بيحبه، حرف جميل، حرف مقدس، فحبينا انه يكون بشغلنا. وشي حلو انه معرضنا تزامن مع 18 كانون اول اللي هو يوم اللغه العربيه، اليوم اللي ادخلت فيه اللغه العربيه كلغه رسميه للامم المتحده. فحبينا انه نحن السنه معرضنا يحمل هالسمه. كان في عندنا كثير قطع مميزه، كان في سيدات ادخلوا الحرف، سيدات ادخلوا كلمات مثلا، كان في عده تقنيات لوضع هالحرف على القطع تبعنا، اما مثلا ممكن نقصه بالقماش نثبته بالتطريز، او ممكن يكون بالتطريز بحد ذاته. فبتحسي انه المعرض كان فيه تنوع بالاعمال. هون مثلا هنا دمشق من شغل السيدة مها حجازي. فبتحسي انه السنة المعرض كان يحمل سمة الحرف العربي، هو طبعا حرف مشهور عالميا، يعني حتى غير الناطق باللغة العربية بيحبه، انسيابي، له انحناءات حلوة، تعذبنا شوي بشغله بهالانحناءات يعني، بس حاولنا تحدينا وطلع معنا هالشغلات اللي عم بتشوفيها. الشغلات اكيد كثير مميزه، ومختارين كلمات مثل كانت عم تحملون سلمى يا شام وهنا دمشق. حلو. كلمات بتعبر عن الهوية السورية. رح ننتقل لعندك سيدة مها، حضرتك مهتمة بموضوع إعادة التدوير. أول شيء خلينا نحكي عن مشاركتك بهذا المعرض وعن اهتمامك بهذا الموضوع بشكل عام. هلا كلياتنا بنحب انه يكون كل شيء عنا مميز، يعني اهتمامنا بهذا المعرض كان له بصمة كثير حلوة لأنه استعملنا فيها الحرف العربي، الحرف الجميل اللي نحن بنفتخر بانتمائنا له. في عنا لوحات اللي مثل ما حضرتكم ملاحظين أدخلنا عليها الخط العربي، مثل مثل دمشقية وفي عروق يسري الياسمين، من أجمل اللوحات هي اللي كانت معروضة للسيدة رزان، رائعة. وفي عنا كمان لوحات هدول كمان جداد، مثلا هي لوحة ممكن تتبروز وتتعلق على الحيط مثلا، ممكن وحدة تانية إذا بتحبي وقل ربي زدني علما اللي قدامك هون بسم الله الرحمن الرحيم. في هلا كل لوحة من هدول لها قصة، كل واحدة لها حكاية. يعني كل شيء نحن عم نشتغله صحيح، هي بدها شغل كثير، عم نعيد تدوير وأصريتي انه تطلع. رح تطلع تمام، لانه هي خصوصي انا عملتها للمعرض، يعني هي اهلا وسهلا بكل زائري المعرض اللي كانوا حابين انه يشوفوا شغلنا. يعني هذا هو الشيء الجميل، اللي هو مقصاصات قماشيه صغيره نحن حصلنا عليها باكثر من طريقه، في باكثر مثلا من لون، جلسنا بين الالوان لحتى يطلع معنا شيء فني، اما هو عباره عن مثلا مفرش طاولات، او اللي مسكتوهم بالبدايه كانوا هن جلايل مخدات، يعني بتشوفي هي تبع هنا دمشق الاولانيه هي جلاله مخده،
ممكن هي مثلا مسكناها اذا بتحبي تمسكيها من فوق. انا لفتني من ورا انه حتى في يمكن طرق التثبيت يلي عم بتكون هي كمان من اعاده التدوير يعني بالعكس هيك لفوق بالطول يعني مثلا هي بتتوقف فرضا ممكن تنحط مفرش طاوله ممكن تنحط بمدخل بيت ممكن يعني المهم فيها انه كل شقفه قماش ماخوذه من مكان كل صباح الخير سوريا نعم كل وحده لها قصه هي مثلا جبناها من مكان معين هي حدا اعطانا اياها هي نحن قعدنا تدويرها بطريقه او باخرى مثلا من فستان من شيء ما عاد بدنا اياه مثلا او حدا اعطانا اياهم القماشات نحن كبيناه هون عملنا فيهم عمل فني وبنفس الوقت استعملنا فيهم تقنية الحرف العربي اللي هو الحرف اللي نحن بنفتخر فيه وبننتمي له. نعم أكيد. يعني خلينا نحكي سلمى اللافت هون انه عم بيكونوا قطع قمايش مختلفه يعني هون شو المبدا اللي عم تعتمدوا انه تجريب ولا صار عندكم خبره انه هي بتلبق على هي عم تغيروا ولا ممكن ترسموا شيء قبل تتخيلوا؟ نحن شغلنا كثير صعب لانه نحن بنشتغل باعاده تدوير الاقمشه المستعمله يعني ممنوع نشتري قماش نحن مجموعه ابره وخيط نشتغل فقط بالابره والخيط شو في قماش عنا شو في قماش زايد من عند خياطين من مشاغل فنحن المشكله انه انت يعني هلا قماش موجود عندك بدك تسخري فكل صحيح. سيدة بتحطه بطريقة يعني هاي اللوحة الشغل السيدة مها حجازي عم تجهزها لعيد الأم هاي لعيد الأم أمي يا ملاكي إذا بتلاحظي هذه العبارة هون مكتوبة أم حاملة طفلة هذا كله نحن شغلينه بالإبرة والخيط ويعني إطبة إطبة الأم بتعتبر طفلها هو الملاك والابن بيعتبر أمه هي ملاكه فأمي يا ملاكي وإذا بتحبوا كمان قالتها سيدة فيروز صحيح أغنية صحيح. رائعة يعني كمان يعني هو كله فن بيلحق بعضه يعني أنه نحن منه إعادة تدوير ومنه فن جديد ومنه إعادة تراث ومنه يعني هذا كل شيء يعني بتقدر تعتبريه شيء متكامل يعني وبهالإبرة والخيط يعني ما نستعمل ماكينات نهائياً بتحسي أنك عم تشتغلي قطعة من روحك من أحساسك عم تطلع يعني أنت حاببتيها قبل ما تستعمليها أكيد وهون بدي أسأل الأستاذة رزان باعتبار حضرتك كل مرة بيكون عم بتضمي لأبرة وخيط مجموعة جديدة من السيدات وكل سيدة عم تحمل معها خبرتها يعني خبرتها إن كان هي بالأشغال اليدوية بالمنزل قبل ما هي أو يمكن بيكون أول مرة عم تتعلم داخلي على إبرة وخيط عم تتعلم خلينا نحكي عن هاي الأسرة اللي كبرت وصلى سنين وعملت مشروع للسيدات يعني اليوم ما عاد بس نحنا أنه والله أنا حابة أعمل شيء مختلف يدوي أعرضه بمعرض لا نحنا عم نقول إعادة تأهيل سيدات وإعادة تأهيل أقمشة بالبيت وصنع حرفة لجداتنا عم نحافظ عليها اليوم أنا برجع بأكد أنه نحن مجموعة إبرة وخيط مجموعة طبعاً مديرتنا سيدة جاكلين فرح بنوجه لها تحية نحن بنجتمع بمجمع دمر الثقافي كل سبت من 10-12 تدريبنا مجاني أي سيدة حابة تدخل معنا أهلا وسهلا مثل ما حكيت في حضرتك أنه في سيدات أول مرة بتمسك إبرة وخيط صحيح في سيدات مثلاً عم بالفطرة من ستة من أمها متعلمة في سيدات بيجوز تكون شاطرة بالتطريز شاطرة بشغل السنارة فنحن بنعلم بعض يعني وكل فترة بنطلع بفكرة انه حنعمل مثل ورشة يعني طلعنا بهالفكرة انه كل فترة بنعمل ورشة سيدة هي بتستلمها بتعلمنا السنة كانت ورشتنا حروفيات انا بس حابة احكي علق شوي على معرضنا انا كنت اقول انه كل قطعة بتحمل بصمة سيدة يعني من حيث اللون من حيث انه مربعات صغيرة كذا يعني مهندسة بتلاقيها دقيقة يعني سيدة مها مهندسة دقيقة بشغلة كتير السنة كمان الحرف العربي عطى كمان بصمة يعني أنا لوحتي تبع دمشقية وفي عروق يسر الياسمين وخلق العشق لدمشق يعني بجوز أنت ما تشوفيها تقولي إنه هي كتير بتحب بلدها عن جد كتير بحب بلدي أنا السيدة مها أهلا وسهلا يعني لوحتها وهي عن جد شخص محبب واللوحة يعني كانت هيك بتعبر عنها السيدة جاكلين فرح كمان هي اللوحة صباح الخير سوريا
هاي الكلمات سلمى يعني المحببة كمان يعني بتدل على بسوريا بنسمعها بسيطة. فحسيت انه يعني المعرض بالفعل حمل كل قطعة حملت بصمة سيدة، وبتلاحظي كل قطعة مختلفة عن الثانية، كل قطعة فيها روح حلو يعني. صحيح. فحملنا رسالة السنة حروفيات، لانه الحرف العربي يعني مسؤوليتنا انه نوصله، وهو راجع بقوة يعني. كان بالاول تلاقي مثلا ممكن كنزة عليها احرف انجليزي كذا، هلا لا، الناس حابة انه يرجع الحرف العربي، راجع عند الفنانين التشكيليين بلوحاتهم، راجع بالازياء، راجع بخطوط الموضة العالمية بلش الحرف العربي، لانه حرف مقدس وحرف جميل يعني. ما في حرف بيعطي هالانسيابية والانحناءات مثل الحرف العربي، فحبينا نحن نحمل هالرسالة، فكان معرضنا حروفيات. نعم. وخلينا نحكي انه عملية اعادة التدوير دائما عم بتكون كل مرة مع فكرة جديدة يعني، كل معرض عم بيكون مختلف عن الثاني. كتير مهم نسأل عن تفاعل الناس، كيف عم بيكون مع هاي المنتجات، كيف عم تقدروا تصرفوا هاي المنتجات اللي عم تشتغلوها؟ هلا الحمد لله المعرض استمر بالمركز الثقافي بأبو رماني اسبوعين، يعني استقطب ناس كتير وكان في اقبال يعني، كان في اعجاب شغلنا. هلا انا ما بخفيكي انه نحن شوي عم نعاني من التسويق يعني، البيع شوي عم بيكون مو مثل، او مو بس احنا يعني كل صحيح. الناس يعني بسبب الظروف الاقتصاديه بالبلد نطمح طبعا انه يصير في عنا شوي هيك نافذه لبرا، تسويق لبرا، يعني ننتشر اكثر يعني. انا بضل بقول انه حابين نكون باكثر من محافظه. هلا في عنا السيده ابتسام المصري، هي موجوده بطرطوس وعملت مجموعه هنيك يعني، حلو بلشتوا تحيه. فنحن حابين ننتشر، حابين نعيد احياء هالحرفه تترسخ اكثر عند المرأة يعني. المرأة السيدة غير انه هي يعني عملت شيء حلو، هي استثمرت طاقاتها يعني بشيء مفيد، عم تقدر تسوق يعني، عم بصير في شيء في بيع، اللي حابه ببيع، عم تعمل شغله لبيتها يعني، حتى كمان عم تتعرف ممكن الشغل تكون يعني انه عم تملي حتى اوقات فراغة يعني احيانا فراغة يعني، انه منه عم تفيد نفسها وعم تفيد اهلها، وبنفس الوقت عم تفيد حالها وتدعم حالها ماديا ببعض الاحيان يعني. هي موضوع التسويق، لانه شغلنا كثير لطيف وجميل وهيك يعني، فهو قيمته عاليه، هو قيمته التراثيه كمان المعنويه اكثر من قيمته الماديه يعني. اذا بنرجع لورا ولجداتنا كيف كانوا يشتغلوا هذا الشغل، كان دائما هذا من طبيعه حياتهم اليوميه يعني. صحيح. ما انه شيء جديد نحن عم نجيبه، بس نحن عم نطوره لحتى نحبب الناس فيه، لحتى يرجعوا له، لحتى كمان كل سيده ترجع تشتغل هذا العمل تفيد نفسها ماديا وببيتها وما تحتاج لحدا يعني. اكيد. وهلا الخط العربي كمان دخل معنا على الخط، فهذا شيء كثير بيساعد يعني. صحيح. وجميل يعني انه مثلا نحن ما لنا عم نساوي شغلات هيك يعني انه اعتباطيه، نحن هي كل شيء عم ندرسه، عم نصممه، عم نختار الشيء الجميل اللي رح يفيد الناس، رح يعطينا الهويه يعني تبعنا، رح يعيد للحرف العربي هيك قلقه وتاريخه ومحبتنا له اكيد يعني. اكيد. ويمكن هذا الشيء بيميزنا بالعموم لما بننزل على سوق تفضل يا ست، او بننزل على الاسواق اللي بالشام القديمه، كل منطقه في لها تطريز خاص فيها. صحيح. يعني اهل الساحل لهم تطريز خاص، اهل خليني اقول الشمال الجنوب، كل منطقه لها. بالنسبه لنا نحن هي بصمه جديده. تماما، هي بصمه جديده بتراث قديم. فلهيك اليوم لما حدا بده ينزل يشتري شيء خاص فيه، يحطه بقلب البيت، بيقول شو بفرق عن الشغل الموجود، شغل الماكينة والشغلات اللي موجودة الدارزة واللي بتنتزع بسرعة يمكن مع الوقت وبتكلف كتير. بينما هون نحن لا، عم بيوفر، لأنه هي أساسا إعادة شيء موجود عندك يعني خالص يعني، بس أنت رجعي عملي له لمسة فنية، اشتغلي بمحبة مثلا وبيعي كمان بمحبة يعني، أنه مثلا اللي بده ياخده رح ياخده لأنه حابه، مو بس لانه بده ياخده هيك يعني. هو رح يقتني شغله ما لها موجوده عند حدا تاني غيره يعني، هو طالع من قلب السيده اللي شاغلته. صحيح. ما في مثل. صحيح. حكايته حتى السيده نفسها ما رح تعيد نفس القطعه، لانه هدول الشغلات الموجوده عندها ما رح يتكرروا اصلا يعني. وعمل يدوي. وعمل يدوي. تمام تمام. حتى لاحظتي بشغلنا كثير مدخلين قطب ظاهره يعني،
منحاول دائما نبين جمال العمل اللي هو حلاوة الحرف دائما بأي شيء انه يكون حرف نافر الواحد يلمسه يحس فيه. صحيح يعني استخدمنا مثل ما حكينا تقنيات مختلفة، يعني في منهم مطرزين الحرف، لا هون تطريز مثلا، هنيك لا قاصين الحرف، قاصين الحرف وحاطينه. هلا بهديك اذا بتحبي استاذه في هلون كمان هاي كمان تدخيل كروشيه، يعني احنا شاغلين بالابره بهدول الكروشيه تمام، وعاملين لها بطريقه ثانيه تزيينيه مختلفه، يعني مثل ما قلت لك بصمه جديده لسيدات جداد لمواضيع حديثه، يعني كل هذا الشيء بيساعد انه نرفع من شان هالموضوع هذا اللي هو اعاده تدوير الاقمشه. نحن ما عندنا جايين لحتى نكب شيء، نحن عندنا كل شيء له تمام، وبالتالي نحن لما بنشوفه بدون رفاهية تنكب شيء. هلا صار الواحد كله بيعتز فيه، كل شيء صار له بعدين لو شغله بدي اقولها، انت لما بتحطي قطعه قديمه عندك، يعني مثلا هاي القطعه خلقها تمام، يعني هاي القماشه قماشه خالتي الله يرحمها فانا لما بتطلع على حتى اخواتي لما شافوها انه هي لخالي الله يرحمها، يعني انت حطيتي ذكرى يعني صحيح بهالقطعه اللي انت يعني انا كل ما بطلع عليها انه بترحم عليها. فكل قطعه انت بتحطيها في لها ذكرى، بجوز من قميص من ابنك، بجوز جلاله قديمه عندك يا بس تعتزي فيها، خليتيها احتفظتي فيها بهالقطعه، فهي مو بس قطعه فنيه وجماليه، هي ذكريات يعني موجوده عندك، هي قصص وحكايات. قصص هي حكايه كل سيده يعني. فمنتمنى كل سيدة إنه ترجع لحرفة إعادة تدوير اللي هي كانت موجودة عن جداتنا، ما كانوا يكبوا شيء أصلاً، كان كل شيء يدوروه، فمنرجع من دوره منشتغل شيء حلو بالإبرة والخيط، ما عم نستخدم ماكينة، يعني تقول السيدة بس إنه ما في كهرباء ما في كذا، لا بالإبرة والخيط، والعمل اليدوي بيفرغ طاقات سلبية يعني بتعطيكي طاقة إيجابية، والعمل الجماعي بيعطيكي روح العمل الجماعي بتعطيكي يعني كمان نوع من السعادة. فنحن مجموعة إبرة وخيط كتير مجموعة حلوة، يعني مو بس بنشتغل منأبدع منعمل من شغلات بعض حلوة، نعطي بعض منشوف كل واحد شو ناقصة بتاخدها من التانية، يعني كل واحد شو عنده بيعطي للآخر، يعني هي هيك العطاء، يعني هي بمعنى تاني، يعني انه مثلا ممكن يكون هذا الشيء عطاء مستمر لقدام ولولادنا ولأحفادنا ويستمر ويستمر ويستمر. ما حكينا عن لوحة جماعية، نحن كل سنة بنعمل لوحة جماعية بس ما صح لي والله جيبها. لوحة بتشترك فيها أكثر من سيدة، يعني اشتركنا تقريبا 12 أو أكثر. شو بنعمل؟ نشتغل بالمركز مع بعض، منوصل قطع مع بعض، طرزنا الأحرف مع بعض، فكمان هي متعة يعني. وبنطلع كل سنة بالمعرض بلوحة اسمها لوحة جماعية بتضمنا، يعني بتضم شغلنا مع بعض، فكمان هي بتعطي هي عبارة يعني كمان عن مفرش ممكن يستخدمه الواحد مثلا، كمان له استخدام، ما انه نحن عملنا لوحة وخلاص، لا ممكن نحطه مفرش طاولة، ممكن نحطه مفرش للسرير، يعني هو جميل من أحلى الأشياء، ممكن يعني نقدمهم كهدية بهذا الظروف الحالية اللي عم نعيشها. فقديش حلو سلمى نقدم لشخص منحبه هدية، نحن شغلينا بإيدنا بمحبة، بنعرف شغلين كل قطبة فيها وكل تمام، وقديش رح تكون هي هالهدية مقدسة ومميزة عند الشخص اللي حياخدها، يعني إنه هي أنا بعرف إنه هذا الإنسان شاغلها بإيده تعبان عليها ساعات متواصلة، يعني تعبان وصلان لمرحلة إنه مثلاً حاطت فيها كل شيء من قلبه، أو حتى ممكن مرق له رسالة فيها أو حط له تفصيل معين هو بيحب، يعني إيه حتى ممكن تعمليها مثلاً أشكال مثلاً معينة تسكري مثلاً، إذا بتقولي فرضاً عندي منك شغلة تحفة فنية بتشكلي داير ما لفتة مثلاً وتحطي بقلبها أو ورود قلوب كذا، يعني أي شيء، يعني إنه مثلاً بس بتطلع مختلفة، بتطلع بروح جديدة، بتطلع بجمالية مختلفة عن ما كانت عليه. نعم يعني بالختام بدنا نتشكر وجودكم معنا اكيد، ويعطيكم الف عافيه، وسنه عن سنه هيك يضل ابره وخيط عم يطلع وينتج ويبدع ويحافظ على تراثنا وتراث جداتنا ان شاء الله. نحن بنتشكركم على دعمكم دائما عم تضووا على مجموعتنا، وبنبعث طبعا لكل ست حابه تتعلم، نحن بمجمع دمر الثقافي كل سبت من 10-12 تدريبنا مجاني بس تجيب معاه ابره وخيط. كثير بنفتخر بوجودنا معكم، وخصوصا على شاشاتنا الوطنية، بنحب كثير كثير دائما انه نكون ضيوف
عندكم وضيوف على الناس الموجودين ببيوتهم لحتى يعرفوا شو هذا الشيء اللي عم يشوفوه وشو له معنى وشو لقدام ممكن يصير يعني وكيف ممكن يتطور. نعم. إن شاء الله. قديش حلو الألفة اللي عم تحكوا فيها والشغف اللي عندكم. بدنا نشكركم لوجودكم معنا وأكيد لنا لقاءات قادمة بمعارض تانية. شكرا كثير لكم. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا.